صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حبه عين الكمال، جاهه عال وغالي، صحبه خير الرجال، بايع الهادي محمد. خير خلق الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يعشق محمد. بحر علم الله طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. هذه الدنيا كساعة، اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة زيارة الهادي محمد. كل من زار المقام فالنبي رد السلام، يعرف الخلق تماما، أبشروا زوار محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة الحضور، نتواصل مع حضراتكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم، ليلة العرس المبارك، ونحن نحتفل بعروسين مبروكين إن شاء الله، متعهما الله بالصحة والسعادة، ورزقهما الله المال والبنين على مر الأزمان. يشرفنا بالحضور في هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب الفضيلة، فضيلة مولانا فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. شرفنا بالحضور فضيلة الشيخ محمد الخياط، فضيلة الشيخ محمود أبو جريشة، فضيلة الشيخ عربي عبد الحميد فرج. شرفنا بالحضور ومتعنا بأدائه المتميز فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم شعبان. يشرفنا فضيلة الشيخ حمدي المنصور وفضيلة الشيخ ممدوح بودة سعد، كما يشرفنا جمع من السادة الضيوف. يشرفنا الحاج راغب السويدي، والأستاذ حسن شرف، والأستاذ إبراهيم أبو علامة، وجمع من السادة الضيوف. فندعو الله العلي الكريم أن نلتقي دائما في الأفراح وفي المسرات. شرفنا بالحضور فضيلة مولانا فضيلة الشيخ محمد مراعي، وكيل مشيخة الطرق الصوفية. ويشرفنا فضيلة الشيخ عثمان خطاب، وجمع من السادة الضيوف. ويشرفنا الحاج معاطي واكل. أيها السادة الحضور، سادة الحضور، أرحب بحضراتكم جميعا، وأرحب بكابتن وليد عرفة وكل من شرفنا في هذه الليلة، أستاذ جمال عبادة.
ويشرفنا بالحضور في هذه الليلة السيد المستشار حسن عبد القادر قصاصي الشرق ورجل الأعمال المشهور الحاج معاطي أبو واكد وصاحب الواجب الحاج عبد الرحمن أبو سالم والحاج محمد زكي الحواوشي والحاج السيد زكي الحواوشي. رحب بحضراتكم جميعا أيها السادة الحضور. ويتواصل العطاء في هذه الليلة ونحن نحتفل بعروسين مبروكين إن شاء الله، ونستمع إلى فضيلة مولانا قارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي أحد أقطاب العائلة الطاروطية، ندعو الله العلي الكريم أن يبارك فيهم. نستمع إلى فضيلة مولانا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ندعو الله أن يوفقه وأن يرزقنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء Thank you.
فكان يوم عليم
ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب Okay.
الزجاجة أنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يا كاد زيتنا يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء Yeah.
يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال الشيخ محمد. هو ايه بالظبط؟ هو هيسكت وهو هينام، هو طبيعي. انا عايزه يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت اذن الله ان ترفع.
في بيوت الأدواء الغرفة وعيوك فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو في بيوت الأدواء التفاح وإيقام الصلاة وإيتاء
يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا أيها السادة الحضور، ومن سورة النور استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة، تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي. دائما وأبدا ما نستمتع بأدائه المتميز عبر موجات إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.
وكانت هذه التلاوة مواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة، ونحن نحتفل بعروسين مبروكين إن شاء الله، متعهما الله بالصحة والسعادة ورزقهما الله المال والبنين على مر الأزمان. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون، أرحب بحضراتكم جميعا وندعو الله العلي الكريم أن نلتقي دائما وأبدا على خير في الأفراح. أيها السادة الحضور، ويشرفنا في هذه الليلة القرآنية المباركة جمع من السادة الضيوف ومن أهل القرآن. شرفنا في هذه الليلة والذي حضر إلينا الآن فضيلة مولانا فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور، وفضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور، كما يشرفنا السيد المهندس محمد الحفناوي، والأستاذ محمود فؤاد ببرلمان الشباب، والأستاذ أحمد حسن عبد المنعم، والكابتن محمد الصفطي، وجمع من السادة الضيوف ومن السادة قراء القرآن الكريم. ندعو الله العلي الكريم أن يبارك في حضراتكم جميعا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، قسما بنور المصطفى وجماله، لم يخلق الرحمن مثل صفاته، المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. ألا تعلموا أن النبي محمدا أهل السماء والأرض في بركاته، عيسى المسيح رآه في إنجيله، وكذا الكليم رآه في توراته. نذر علي إذا وصلت مقامه، لأمرغ الخدين في عتباته، وأقول لعيني انظري وتأملي، هذا رسول الله أشرف خلقه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمات ونحن نتنسم عبير حج بيت الله الحرام، فندعو الله العلي الكريم أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ربنا صالح الأعمال.